Madame, Monsieur, bienvenue à Mouvenpick Casablanca. Ça me fait énormément plaisir de vous recevoir parmi nous ce soir pour notre festival suisse qui a démarré le 28 janvier jusqu'à 15 février sur les guides de son excellence Monsieur l'ambassadeur de Suisse qui est avec nous ce soir. Et je suis fier de vous dire que cette semaine n'est pas uniquement une semaine gastronomique, c'est une semaine aussi qui présente des produits suisses avec des produits marocains aussi de très grande qualité. Et ils sont exposés chez nous à l'hôtel. Et je voudrais commencer par remercier tout le monde qui a participé avec nous. Commençons par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, qui sans lui, on ne pouvait jamais faire un événement pareil. Et je passe les paroles à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Merci encore Monsieur l'Ambassadeur pour votre soutien. Monsieur le directeur général, chers collègues et chers amis de la Suisse, ce soir, la conduite éclairée de l'ambassadeur de Suisse, comme vous avez dit, monsieur le directeur général, se limite à vérifier que la raclette est préparée correctement. C'est dire combien les diplomates suisses sont versatiles, n'est-ce pas? Merci de cette belle initiative, monsieur le directeur. الحمد لله الايفينمون كانت ناجحه جدا زي ما انتم عارفين ان احنا بنحاول نعمل اسبوع تواصل بين سويسرا والمغرب وجايبين شركات سويسريه وشيفات سويسريين اللي يعرفوا الشعب المغربي بالمأكولات السويسريه والمنتجات السويسريه. فالفستيفال مش اكل بس، موجود الاكل اللي هو الفوندون والراكليت والشوكولاته بجميع انواعها، ولكن في نفس الوقت جايبين المنتجات السويسريه المعروفه زي نسلي زي اي بي في زي الشوكولاته لينت. فكان في تبادل ثقافي في المنتجات السويسريه وفي برضه المنتجات المغربيه اللي بتتصدر لسويسرا. يعني مثلا عندنا جزم مغربيه على اعلى مستوى من الجلد زي بانسن بتتصدر في سويسرا. فالمغاربه برضه عاملين برودوي هائل بنصدره لسويسرا زي ما السويسريين بيصدروا للمغرب. النهارده سويسرا تعتبر رابع اكبر مستثمر في المغرب، مع ان حجم سويسرا صغير ولكن يعتبر اربع اهم مستثمر في المغرب، لان عنده القوه الشرعيه والقوه الماليه اللي تجعله قوي ان هو يعرف يصدر ويعرف يكون موجود في الماركت في المارشي المغربي. تاخذكم سويسرا باش دير معكم اتفاق؟ احنا شركه سويسريه، شركه موفنبيك. انا مدير عام موفنبيك كازابلانكا وفي نفس الوقت الفيس بريزيدون بتاع الشومبر دو كوميرس سويس. دونك امثل الشومبر دو كوميرس سويس وامثل موفنبيك. موفنبيك شركه سويسريه وفي نفس الوقت امثل الشومبر دو كوميرس سويس. الاثنين بنروج للعلاقات بين المغرب وبين سويسرا، وهم على اعلى مستوى الحمد لله في جميع المجالات. فاحنا عايزين نعرف الشعب المغربي ان في تبادل ثقافي وسياحي وعلى اعلى مستوى بين المغرب وبين سويسرا. غيكونوا حاضرين في الفستيفال ديال الفلاحه ان شاء الله في مكناس؟ طبعا ضيف الشرف هو سويسرا في هذه السنه، واحنا فخورين جدا ان سويسرا هي ضيف الشرف، لان اختارونا ضيف الشرف وهنكون موجودين في مكناس بقوه. مش بس سويسرا كدولة، جميع الشركات السويسرية كمية كبيرة هتكون مشتركة برضو في الإيفنت. شنو البرنامج اللي هيصير في الفستيفال؟ هنكون نسلي هتكون موجودة كشركة، هنكون سبع ثمان شركات، اي بي بي موجودة، هنكون سكيبا موجودة، هنكون حوالي سبع ثمان شركات سويسرية حاضرين في الفيستيفال إن شاء الله. حفل ديال سويسرا في المغرب، وهذا يعتبر مفخرة لما تمكنه سويسرا للمغرب من صداقة ومن امتنان. ولقد عبر السفير ديال سويسرا في المغرب على حبه للمغرب وعلى أن الطعام المغربي هو
المعاهدات الدبلوماسيه ويعرف كيعرف المغرب في الخارج وكيفتخر بالصداقه ديالو في المغرب وبالمهام التي يقوم في المغرب. وانا دائما كنقول في لاباج ديالي فيسبوك الدبلوماسيه بلا غاسترونومي، لا دبلوماسي باغ لا غاسترونومي. واليوم السفير ديال سويسرا مبرر على ذلك، لان حتى الطعام كيدل على الثقافه ديال البلدان والكرم ديالهم والامكانيات ديالهم والتاريخ ديالهم. وانا فخور بان السفير ديال سويسرا اليوم اكد على الكلام كله اللي كنت كنقول، على ان حتى كيفيه تهيئه الطعام كتمثل عطاء واشعاع للبلدان على الخارج. والمغرب اليوم كما قال السيد السفير ديال سويسرا وفخور بالتواجد ديالو في المغرب، لان المغرب بلد كريم وبلد معطاء، وانا كنفتخر بالحضور ديالي هنا. وكنشكر المدير العام ديال الفندق ومدير المواصلات اللي عزموني، وهذا افتخار. وانا كنشكركم الاعتناء ديالكم بيا، وكنشكركم بزاف.